أوكي؟ إيه أحسن بيتزا؟ سهلة. الصيف اللي فات لما أكلنا في حديقة التزحلق بيتزا البيبروني بالأناناس وأكلتها كلها لوحدي. أحسن لعبة كورة. ماتش الأسبوع التاني في الدوري لما رونالدو ضربها براسه. جون! أحسن خدقة كوتشينة. جاهزين؟ بس أنا محتاج 14 كوتشينة تانية وريش كتاكيت وبيضة نعامة. جزمو؟ ما عندناش اللي بتقول عليه ده. طيب خلاص، اللعبة اللي أقل منها. ما عندكوش موز عملاق وصخور من القمر؟ أكيد لأ. أحسن رحلة مع الكتاب العظيم فيها عملاق. داوود وجليات، أحسن رحلة مع الكتاب فيها سيف ملتهب. لو عندنا بيضة النعامة؟ عرفتها، حرب السماء بين ميخائيل ولوسيفر. أقول أنا، أحسن رحلة للكتاب العظيم فيها إيه؟ مفيش، أهم مغامرة لينا مع الكتاب العظيم. تفتكروا أنهي؟ واو، فكري يا جوي، مع كل الرحلات اللي رحناها مع الكتاب العظيم تفتكري شفنا أهم وأحسن مغامرة؟ أهم مغامرة للكتاب العظيم في التاريخ؟ غالباً لأ. الكتاب العظيم. أنا هوريكوا حاجات لو دورتوا في التاريخ كله من وقت ما الله خلق الإنسان لغاية دلوقتي وفي كل الأرض من أولها لآخرها مش هتلاقوا أعمال عظيمة زي دي، لا حد شاف أو حتى سمع زيها. حساساتي الجغرافية بتقول إننا في أرض ميديان في سنة. أهلاً أهلاً، مين اللي هنا؟ أنتم مسافرين وتهتوا في السكة؟ إحنا مش تايهين. أنا متبرمج أو يعني أقصد على فكرة القش بتاعك اللي هنا ده طلع حلو قوي. وهنا وهنا و أقول لك إحنا فعلاً مش من هنا. أنا كريس ودي جوي وجيزمو. ها؟ بعد إذنكم لازم أرجع الخرفان الهربانة دي تاني للقطيع. إحنا هنساعدك. متشكر جداً على المساعدة. البلد دي جميلة قوي، أنت عايش هنا بقالك كتير؟ عشت سنين كتير هنا في ميديان. وعشت فين قبل كده؟ عشت في مصر، اتربيت هناك وكنت ابن الفرعون. تقصد ملك مصر اللي الناس بتسميه فرعون؟ أيوة، بس أنا بتكلم عن فرعون القديم. مع إني اتربيت على إني مصري، لكن أنا أصلاً عبراني. لقيت رئيس عمال مصري بيضرب عبد عبراني. يلا يلا اتحرك. عامل ضربه ايه؟ حاولت امنع ايده بس هاجمني فقتلته. اتحرك، شيل الحجاره من هنا. الكلام ده من زمان قوي. جيت لميديان واستخبيت وعشت الفترة كبيرة سعيد أنا وعيلتي وإحنا بنرعى الغنم. والعبيد كلهم اتحرروا صح؟ للأسف لا، أهلي لسه تحت العبودية ودلوقتي بيحكمهم فرعون جديد أشرس من اللي فات. موسى. ها؟ موسى.
موسى، أنا أهو. ما تقربش من هنا واخلع الصندل اللي في رجليك، لأن المكان اللي انت واقف فيه مقدس. أنا إله آبائك، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. أنا هو الرب. هو موسى بيكلم شجرة؟ شش، بص الشجرة فيها نار بس مش بتتحرق. أنا شفت شعبي بيتذل من العبودية في مصر، وسمعت صلاتهم ليا إني أساعدهم على الظلم ده. أنا حزين عليهم. اتحرك دلوقتي، أنا هبعتك لفرعون. أنت اللي هتقود شعب إسرائيل عشان يخرجوا من مصر. بس مين أنا علشان أروح للملك وأقود شعبك علشان يخرجوا من مصر؟ فرعون راجل قاسي وظالم، إيه اللي هيخليه يسمعني؟ أنا هكون معاك، وهتعرف إني أنا اللي أرسلتك. لما تعبدوني على الجبل ده بعد ما تقود شعبي ويخرجوا من مصر. بس افرض انهم ما صدقونيش او حتى سمعوا كلامي. افرض قالوا لي الرب ما ظهر لكش ولا حاجه. ايه اللي في ايدك؟ عصاية راعي. ارميها على الارض. ياه، شفتوا اللي حصل؟ انا هقول له موسى يعلمني ازاي اعمل الحركه دي. مد ايدك وامسكها من دلها. يا رب، انا مش شاطر في الكلام، عمري ما كنت ولا هكون، مع انك كلمتني، بس انا لساني مربوط وكلماتي ملخبطه. مين اللي بيخلق الفم؟ مين اللي بيقرر ده يقول ولا ما يقولش؟ ده يسمع ولا ما يسمعش؟ ده يشوف ولا ما يشوفش؟ مش انا الرب؟ اتحرك، لما تتكلم هكون معاك. انا هقولك تقول ايه. هارون أخويا، مبسوط إني شفتك تاني. في حاجة مدهشة حصلت لي، الرب كلمني وقال لي آجي أقابلك. الرب قال لي أرجع تاني مصر وحرر شعبنا، بس أنا خايف ما أقدرش أعمل اللي طلبه الرب مني. يا جلالة الملك المعظم فرعون، 2 رعاة عايزين يقابلوا جلالتك، عايزين يتكلموا باسم العبرانيين، تحب أمشيهم؟ لا، خلينا نتسلى، دخلوهم. فرعون حيقابلكم؟ لو سمحتم حاولوا ما توسخوش أرضية القصر. يا جلالة العظيم فرعون، اتكلم يا حشرة. جلالة الفرعون، الرب إله إسرائيل بيقول لك أطلق شعبي عشان يعملوا لي عيد في البرية. مين الرب ده؟ وليه أنا أسمع كلامه؟ أنا ما أعرفش الرب، ومش حسيب إسرائيل يمشوا. بيتهيألي إنه رفض. ابعدوهم من وشي عشان يعملوا له عيد. انتوا يا رعاة، فرعون عايزكوا توصلوا رسالة لباقي العبرانيين.
بسبب وقاحتكو فرعون حيزود عليكو الشغل أكتر. مع السلامة. ليه يا رب زودت كل المشاكل دي لشعبك؟ ليه يا رب؟ ليه بعتني أنا؟ هتشوف دلوقتي هعمل إيه في فرعون. بسبب قوتي العظيمة هيسيب شعبي أحرار، ده حتى هيطردهم من أرض وطرد. إحنا جايين مرة تانية يا جلالة الملك، بنطلبك في اسم الرب إنك تطلق بني إسرائيل من العبودية. وتاني بقولك لا، وقول اللي بتسموه الله ده اللي بيتجرأ ويطلب كده إنه ملهوش سلطان في مملكتي كده؟ طب شوف. أدخل أوريهم أنا حركة الكوتشينة؟ ها؟ يا خبر! أيوة! السحرة! واو! السحرة بيعرفوا يعملوا اللي إلهكم بيعمله. أوه، أول مرة شوف تعبان بيبلع تعبان تاني. برا! وقول لشعبك مش حاسبكوا تمشوا أبداً. الرب إله العبرانيين بعتني أقول لك أطلق شعبي أحرار علشان يعبدوني في البرية. بحذرك يا موسى، اوعى تحاول تختبر صبري، وإلا أنت والحشرات العبرانيين هتدفعوا الثمن. كده يبقى هتتحول المية لدم. هستحمى في القصر النهاردة. ليه بس العناد؟ الرب بيقولك أطلق شعبي أحرار عشان يعبدوني. أبداً، يبقى مصر هتتضرب بأوبئة تاني. ضفادع، بعوض، ذباب، موت ماشية، دمامل، برد، الإله القوي رع، إله الشمس الأبدية، احمينا من عذابات الإله بتاع الراعي ده. تمام كده، رع اختفى. ها كده أحلى. أهلا. بلاش كده. أنا
أنا هضرب مصر وفرعون ضربة واحدة كمان. الرب هيعدي على مصر وكل ابن بكر في البلد هيموت، لكن كل بيت في إسرائيل يرش الدم على عتبات البيت كعلامة. والرب هيشوف دم الحمل ويعفو عن البيوت دي. حتى ابن فرعون البكر هيموت. لا! اخرجوا! سيبوا شعبي وخدوا كل باقي الإسرائيليين معاكوا وامشوا! عمري ما شفت ناس كتيرة كده. دول تلاقيهم مليون عبد إسرائيلي. ما بقيناش عبيد. الشكر لله والشكر لموسى. هياخدنا نعيش حياة جديدة. جلالتك، ليه سيبنا الإسرائيليين يمشوا؟ ما ينفعش العبيد يأمروا فرعون، لازم يدفعوا تمن اللي عملوه. كابتن، اجمع كل الجيوش وجهز كل المركبات اللي عندنا في مصر. احنا هنسحق الحشرات الإسرائيلية، والمرة دي محدش هيفلت مني. احنا ازاي هنوصل جبل الله والبحر الأحمر في طريقنا؟ موسى عارف هو جايبنا فين، يبقى عارف هنعدي ازاي. موسى، فرعون جاي ومعاه الجيش. ما تخافوش، الرب عنده خطة. انت عارف ايه هي الخطة دي، مش كده برضو؟ لا لسه، بس عارف ان الله دايما معانا وهيورينا نعمل ايه. موسى، انت ليه بتصرخ لي؟ قول للإسرائيليين يكملوا مشيهم، بس ارفع عصايتك ومد ايدك على البحر الأحمر وشقه. بيعملوه ده؟ انتوا مستنيين ايه؟ وراهم! ها!
كل الإسرائيليين عدوا؟ أتمنى كده، لأن جيش فرعون أهو جاي. مين كان يقول إن راعي بسيط الله يختار وينقذ الإسرائيليين؟ كريس، خلي بالك، إحنا راجعين. ده كان مدهش، أروع قصة في الكتاب العظيم في التاريخ، مظبوط؟ مظبوط. بس برضو أفضل مغامرة كانت مع العملاق ومغامرة السيف الملتهب. وده معناه إن لسه في مغامرات تانية. مش قادر أصبر. هو في حد سمعني؟ فين الكتاب العظيم عشان يودينا مغامرة تانية؟ يا كتاب، الكتاب العظيم دايماً مختفي. يا كتاب العظيم، يجي وقت ما يحب.
ماجي.